مشاهدينا أهلا بكم، نتابع وإياكم فقرات صباح الخير يا كويت، ونصل معكم إلى فقرة مميزة لأن ضيفنا مميز. معنا عضو مجلس الأمة النائب كامل العواضي. اليوم رح نتحدث عن موضوعين مهمين جدا، التوقيت الصيفي، تغيير التوقيت إلى توقيت صيفي، وأيضا عن شركة العمالة المنزلية. صباح الخير وأهلا بك معنا ببرنامج صباح الخير يا كويت. صباح النور، يا هلا فيكم وعلى ضيافتكم. صباحكم الخير ابو طلال، وسعداء بوجودك معنا في برنامج صباح الخير يا كويت. اثرت في الفتره الماضيه يعني موضوعين يعني اتصور يهمون شريحه كبيره من اللي يعيشون على هذه الارض الطيبه. راح نبلش طبعا بالموضوع الاول اللي هو لا علاقه بالعماله المنزليه ومشاكل الخدم اللي قاعد يعيشها المواطن هذه الايام. انا خلينا انقل انتقاد ذكر على موضوع العماله المنزليه وشركه العماله المنزليه. هناك انتقاد وجه انه هذه الشركه راح تقعد 400 اسره من دون عمل. ف صح، من دون مدخول. صدقتي في هذا. اول شيء مو شريحه معينه، الكويت كله، اهل الكويت كلهم، هذه تخص اهل الكويت كله، تخص كل بيت. بعدين 400 اسره صح كلامك هذا، بس اكو يمكن 250 اسره، 1000 اسره في الكويت كلهم قاعد يتضررون عشان ال 400 اسره ما فيهم. اكو، شوفي بقول لك شيء لازم تعرفون، اكو 120 الف اسره رواتبهم اقل من الالف دينار، 700 800. لو فرضتي ان الاسره عندها، والعاقل فيهم ماخذ قرض 30% وعنده 70%، ال 70% يعني ما يعادل 500 دينار كويتي. اذا ياب خدامه تكلف 1250 ورواتبها الشهريه 110 في 12 هم يصير 1500. هذا إذا قعدت عدل. 3000 دينار كويتي يعني من صحيح. رواتبهم خلال 6 أشهر ما يقعدون يأكلون ولا يشربون. تقبلون أنتو كذي؟ لا، هو متضرر أكيد ما يقبل، ما حد يقبل أصلا، ما نقبل. إحنا ما قطعنا أرزاقهم، إحنا قلنا قعدوا اشتغلوا. بس أنت تكلفك العاملة المنزلية 370 دينار، تجيبها 1300 صحيح. لا برمضان إذا ما وصلت 1500 أنا ما أعرف شيء صحيح. أنا قايل لهم بتعدي 1000 يوم أنا ضابط. حلو. كانت العاملة المنزلية ذيك الساعة 500 دينار. اللي يذكر قبل الكويتيين مو بعيد، قبل 20 سنة يقول لك عاملة، أو نقول بلغتنا خدامة، يقول 3 أشهر لا تعطيها معاش. الكويتيين يعطون، يقول كل واحد، هم يبون يشتغلون عندنا في الكويت. طيب وطلال، يعني هل 400 أسرة اللي راح تتضرر من هذا الاقتراح ومن هذا القانون اللي يمكن إن شاء الله يرى النور أو لا ما ندري، في مجال أنهم يدخلون في هذه الشركة المساهمة اللي راح يعني تكون في يعني في صلب أيضا عملهم، ممكن يعني يدشون فيها كمساهمين كغيره؟ أول شيء 400 أسرة أنا ما قلت لهم سكروا مكاتبكم، قعدوا بس خلونا نتنافس، راح تنزل أسعار والمستفيد الأول هالبيت. ما نقطع رزاق أحد، تعالوا اشتغلوا. بعدين أنا قبل لا نادي الشركة أنا مناديهم كلهم. هناك فريقين في شركة العمالة، يوم أنا ضابط قلت حق هذا أنت استلم شركة وأنت استلم شركة وتنافسوا، أنتوا تملكون أكبر شريحة عندكم، والثاني قلت تعال تنافسوا، مع أنهم لا زالوا فريقين بس الحين متفقين الفريقين علي أنا، نبي نوقف كامل لا يسوي الشركة. طيب. أنا ما قطعت رزاقهم ولا يمكن أقبل أنا أقطع رزق بيت من البيوت، بس أنا قلت لي راح يقعدون الميزات اللي تاخذها الشركة وما ياخذونها، بس هذه شركة تقبل في 20-30-40% تطلع الخدامة 400-500-600 دينار، هذول ما يقبلون، يبي يربحون 1000 دينار على الخادمة العاملة. بطلال بس كلام عشان مثلاً الحين يعني هذه الشركة راح تعالج الثغرات اللي متضرر منها المواطن حالياً لما يعني تنحاش الخدامة من البيت بعد مضي 3 أشهر؟ هذه كل اتفاقات بين المكاتب، يقول له طلعي شهر هني شهر هني شهر هني، ياخذ هذا ياخذ منه 1250 يرد على 200، هذا استحي كويتي، هذه عيوز، تقول له ما راحت فلوسك، فيسمع ويسفرها ويردها مره ثانيه. اكو بعض المكاتب، اكو مكاتب زينه بس اسعارهم غاليه، والكويتي محتاج، الكويتي محتاج عامله، ولا كان ما راح اول عشنا بدون خدم الا التجار، بس الحين بيوتنا كبرت وعندنا رفاهيه وهذول الاخوان مستفيدين والناس تبي، يقول بدام في طلب بيع، بتصير تجاره صحيح. اكثر من التجاره، التاجر شوف اكبر سلعه في الكويت اليوم 20-30-40% معود 100% للاشياء البسيطه مو 500%. صحيح.
هاي المشكله. ذكرت قبل قليل الفريقين، نحن بنعرف مثل ما قلنا انه هناك من رفض يعني هذا القانون اللي مع هؤلاء ال 400 اسره، وهناك من هو مع القانون. هل صحيح انه في ايضا صراعات بالمجلس على هذا الموضوع؟ هم في مجموعه من النواب او اللجنه الصحيه، يعني انا قبل في الجلسه الماضيه موقعين معي 37 نائب، مو واحد ولا اثنين، سبع، عندي غالبيه اصلا. اهل نواب الامه كلهم طالعين من هالشعب الكويتي، من رحم الشعب الكويتي، هم اللي منجحينهم. ما فيهم خير اذا ما وقفوا حق شيء فيه خير، انما الفريق الاخر يرون ينادوا اصحاب المكاتب يبي يقطع رزقنا. لا اصلا ما نادوني، لو مناديني كان انا قلت لهم، وتعاطفوا معاهم وراحوا معاهم. بس اكو 37 لا، وكانوا الناس اللي مسافره اشد من المجموعة اللي قاعدة معي. أصلا عندنا كم نائب منهم حمد الهرشاني في اللجنة الصحية، لكن وقع معي وقال راح أوقع معك مرة ثانية. وعندنا الدكتور الضفيع، كلهم بس هناك ثلاثة والله يوفقهم، وراح يصيرون هم أمام الناس دولة مقصرين، والباقي إن شاء الله راح ترى الشركة النور. ما عليك من الكلام، راح ترى النور. أصلا ما لهم، اللجنة الصحية مو دورها تسوي شركة، اللجنة المالية هي المختصة في عمل الشركة. بدام في فلوس يعني تروح اللجنة المالية، بس هم دورهم في ان تنظيم العمل، عندهم هيئات يشرفون عليها صحية، ما هي شو اسمه تعال. طيب وطلال، على ما تطلع الشركة ليش ايضا ما تعالجون هذه الثغرات اللي قلت اللي ذكرت لك اياها قبل شوي تحت الهواء، بالنسبة لحقوق يعني اللي حقوق المواطن او حتى المقيم اللي عنده خادمة، لما تنحاش الخادمة من المنزل يضيع حقه، يضيع حقه مع المكتب. المكتب لا يقدر يرد له فلوسه، وايضا اداره الاعمال المنزليه ما تقدر تتصرف ويا المكتب باي شيء. انا راح اقدم قانون مع مجموعه من الزملاء خلال ايام، قانون اعتقد يحد من هذا. وبعدين لازم تعرفون عينوا اثنين وزاره الداخليه، الشيخ محمد الخالد والشيخ مازن اللي راح الصباح، عينوا من افضل الشباب حق اختاروهم اختيار، منهم الاخت سكينه والاخ محمد العجمي استاذ محامي فهمان، اعتقد راح ينظمون جزء كبير لحين ما ان شاء الله الشركه ترى النور. طيب اذا يعني 37 نائب وقعوا على هذا الموضوع على هذه الشركه، ماذا لو رفضت اللجنه الصحيه هذا المقترح؟ فما العمل عنده؟ لا مو شغلهم، لجنة صحية طلعت منهم، الحين راح نطلب تحويلها للجنة المالية. اللجنة المالية هي اللجنة المالية مثلا رفضت؟ لا ما اعتقد، اللجنة المالية عارفين يعني مثل ما ذكرت، سترى النور ستر اصلا الحكومة تبيها. سمو الرئيس قايل كامل، ناداني قال لي كامل، قلت له اعلن، قال اعلن. وزير الداخلية متحمس اكثر مني، حلو الشيخ محمد، حلو متحمسين كلهم، بس يبون آلية، يبون شلون تطلع من المجلس. ولقينا ان شاء الله آلية طيبة، وراح تشوفونها اسهل بكثير حتى من اللي انا قدمته. شفتوا المشروع اللي انا قدمته؟ الحين في طريقه بسويها مع اخواني وزملائي والوزراء والحكومه، طريقه اسهل من اللي انا سويتها، اسهل بكثير، اسهل. مراعين ابو طلال، يعني ايضا جانب الجريمه اللي انتشر عند بعض العماله المنزليه في انشاء هذه الشركه، يعني راح يكون في ضوابط اكثر، راح تكون عمليه الشركه؟ اي طبعا الشركه مالتنا اولا إذا صارت راح يصير فيها مكتب في الفلبين. نعم. ما نقول مدرسة، إنما تحاضر مدة أسبوع، تجيب تفحصها من هناك، ما تجيبها هنا، تنفحص من هناك عن طريق الإنترنت، تنفحص دم، تجيب ورقة إنها صاحية ما هي اسمها، يدربونها، يعلمونها عاداتنا تقاليدنا، ويثقفونها ويطرشونها. حلو. كل من هناك، ما في حتى زحمة، يعني ما راح يراجعون لا جوازات لا هجرة لا، يعني كل ما هي تكون خالصة، بس مش تنفحص هناك، مرتبطين مع أنا رايح حق وزارة الصحة. أسهل عملية، أسهل بكثير، يعني الشوارع تقف. صحيح. لأن الناس في الدوامات ما تجي أنت تقول بروح أسوي، توصل الشركة يحطونها يشيكون على فحصها، أوكي هذه هي، هاي بصمتها، هاي دمها. نعم. هاي نفسها اللي فحصتوها هناك، قال هذه الدش، ألو أم طلال يبنى خدامتك تجون تاخذونها ولا نطرشها لكم دينارين زياده، يوصلونها لك للبيت، جوازها، بطاقتها المدنيه، رايح حق بطاقه المدنيه، قاعد مع الهجره. حلو. يسوون الختم والكله في مكتب في الشركه نفسها. حلو. نعم، وتشمل كل الدول ايضا. أيوة. اللي تاتي منها العماله السوداء بعد. هذا شيء مهم ان نشيل الكويت من الغائمه السوداء ان شاء الله.
إن شاء الله. رح ننتقل لمشاهدينا لموضوع التوقيت الصيفي، ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير. مشاهدينا، شفنا التقرير عن التوقيت الصيفي، ونكمل الحوار مع النائب كامل العوضي عضو مجلس الأمة، ونشير إلى أن التوقيت الصيفي وتغيير الوقت في دولة الكويت يوفر 500 ميجا وات من الكهرباء، بالإضافة إلى بعض الفوائد الأخرى اللي نتعرف عليها. عندك في كتير فوائد من تغيير التوقيت. شوفي، أول شيء هو التوقيت الصيفي يمكن ما حد عارف اسمه. إحنا بالضبط بالضبط ننام، شوفوا هذه الساعة 10. حلو. الساعة 10 وهاي الساعة 12، الساعة الحمراء مالتي أنا. حلو. الساعة السوداء هاي توقيت كامل العوضي، وهاي توقيتكم. الساعة 12 ننام، شوفوا الساعتين هذه تصير ظلام، نوفر طاقة هالساعتين. أي. اللي لحق قبل 4 سنين أيام الله يذكره بالخير الوزير السابق يبون شخطة تنزل. أي. احنا طفينا لهم الكويت كلها بالليل، نوفر بالصيف كل الشسمة، ننام في وقت بارد، نصحى مبكر. زين، نصحى مبكر. الله يقول في كتابه: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. هذا الله سبحانه وتعالى. زين، فهذا هني نمنا، هني قعدنا الصبح. شوف هذه وفرناها كلها، كل هذه وفرناها. هذه هنا عم نشوف ساعتين صح؟ اي ساعتين تأخير ساعتين راحت. هني حق شو اسمه، شلون الساعة هذه الساعة ننام الفترة هذه كلها من الساعة 10 للساعة 3:30، بعد الأذان نصحى نصلي، الدنيا مظلمة، نقعد. يبتدون هني طبعا هذه حق المرور زينة، يطلعون. انتوا لو تلاحظون الفترة اللي يصير فيها الطلبة بس يروحون مدارس تخف الازدحامات. صحيح. كلها الشوارع تفضى. فهني أول شيء يطلعون عمال الشركات وال عمال الشركات، وزارة الداخلية، العسكر، الجيش، النفط، كل الناس اللي بالشفتات، سيارات النقل، سيارات البلدية. صح. يطلعون يخلصون شغلهم ويروحون يدشون عمالهم، بعدين يبلشون الطلبة. الساعة 6:30 اللي هو 4:30 توقيتنا، جو بارد، ولدك يروح المدرسة يمشي بالشارع، 4 الصبح 4:15 اللي هو الساعة للساعة 5، 5 يطق الجرس، 5 جو بارد، الساعة 7. خلينا عشان ما يصير في خلط للمشاهدين، 5 مشاهدين يعني 7. يعني 7. 7 عندي ليه زيادة. 7 الصبح طق الجرس، دشوا الطلبة المدارس، راحوا. بعدين يطلعون الموظفين اللي هم مالوت الحكومة، الساعة 7 يطلعوا ل 7:30، نص ساعة يعني يتنقلون، اللي هو الساعة 5:15 بتوقيتك. هلا الساعة 6:30 بتوقيتي الحين. 6:30 يعني الجو بارد حلو، ها عيالنا يروحون المدارس، السيارة ما تصرف بنزين، تعرف ما تشغل مكيف أصلا. صح. تروحون بعدين عقب هذا الموظفين عاد يبتدون طلبة الجامعة، الساعة 6:45 اللي هو 8:45، الساعة 8:15 احنا حطينا نص ساعة نص ساعة نص ساعة، ثلث ونص بعضهم. حلو. حسب الأكبر. بعدين الطلبة الجامعيين والمعاهد التطبيقية ودكاترتهم مدرسينهم واللي مرتبطين فيهم والقطاع واللي ما يبي يدشيني، فلنفرض البنوك يقول احنا ما نبيني الصبح، تعالوا الفترة هذه ادخلوا نفسهم بين هذه. القطاع الخاص اللي هم التجار يروحون الحين الساعة 8:30 9، نفس الشيء 8:30 9:15 يروحون. والبورصة نفس البورصة تشتغل هني. التجار ندين والحريم يروحون السوق الصبح الساعة 7 في توقيتنا يتسوقون. حلو. أول كانت الكويت كذي، أول الكويت من تظلم الدنيا ما حد يطلع. أيه. كلنا الصبح نقعد من النوم نروح مدارسنا، التجار يروحون الصبح لأذن الظهر يصلي يرد البيت، ينام صلى العصر راح دكانه مرة ثانية. حلو. حلو. فهذه الفترة وزعناها كلها. هذه فيها فيها حل أبو طلال حتى حق المشكلة المرورية أتصور. هذه حل على ضوء ما ذكرت يعني. شوف هي بالضبط، تخيل أنت أيام المدارس، أيام المدارس الصبح هم داشين الطلبة ما في ازدحام عند الباب، ها؟ نعم. هذه عاد إحنا لحقنا عليها. يروحون 10:10 يدشون، 10:20 يدشون الطريق سالك للطلبة ليه فصلهم أو ليه اسمه، يطق الجرس راحوا. لكن بالهدي كلنا ودك واحد نطلع نداعم عند الباب، ونطعق قوم ها وشو هذا طاح وهذا دعم الباب، فنفس النظام. بعدين أرد حق الساعة مرة، شوف الفترة هذه الساعة 11 توقيتكم، الساعة 1 توقيتي، يدش الطالب
يطلع من مدرسته 11:30 هو في بيته قاعد. حلو بتوقيتك. توقيتي أنا ايه؟ اللي هو شوفوا توقيتي أنا واحدة 11 ايه؟ في توقيتكم ليه حين الحرارة ما احترت. شوف بالصيف هني الساعة 11 ليه الساعة 4 إذا طلع عامل يشتغل فوق السطح يشتغل نجار أو حداد أو اللي يكون وزارة شؤون تخالفه، إنما عيالنا وزارة التربية يلعبونهم الساعة 12 واحدة بالساحة بالألعاب. هو موعد استراحة المدرسة أفضل بيصير بكثير طبعاً إيه. بعدين يجون 11:30 يجون الموظفين شوفوا اللون البرتقالي الساعة 11:30 دشوا البيوت الساعة 12 يوم طلبة الجامعة نروح نصلي في المسايد نرد نتقدم نحط راسنا ننام بعدين عادي يجونك العمال آخر شيء العمال سيارات النقل سيارات الشحن يهدون شغلهم بعدين شوفوا الفترة هذه أعلى مستوى للحرارة اللي هي من 12 هني شوف للأصفر هذا لساعة 4 الذروة. احنا وين قاعدين ذروة الحرارة احنا للعلم أعلى درجة حرارة في العالم أعلى حرارة دولة احنا من الثلاث الأولى قبل سنتين صار درجة حرارة في الكويت 58 درجة فإحنا أحوج للتوقيتين حلو. مو لندن القاهرة إحنا نروح نصيف عندهم بالصيف يمكن نص الكويتيين يروحوا يصيفون هم عندهم توقيت صيفي وعندهم توقيت شتوي طيب أنا عندي سؤال يعني كل الدول بتغير التوقيت الصيفي للشتوي بساعة نحن هون عم نحكي بساعتين ساعتين ما بتأثر علينا يعني الكرة الأرضية مقسمة لما علمونا مقسمة لجرينتش خط جرينتش وبعدين لتايم زونز نحن نطينا عدة خانات صح كلامك شوفي أنا بقول لك شيء جرينتش سمي بهذا الاسم لأن الخط يمر صحيح. على مدينة في بريطانيا اسمها جرينتش بريطانيا هي عندها توقيت صيفي توقيت شتوي هذا ما له دخل في هذا انت شنو حاجه احنا بحاجه حق هذه احنا نبي نحافظ على عيالنا نبي نحافظ على اقتصادنا نبي نحافظ على هل الجو الحار اللي عندنا هل الفتره هذه ان الحراره تدرين السيارات عمرها يصير اطول مكاين المكيفات يطول عمرها غير لما تطلع سيارات شفتي القار اللي عند الشوارع هذا اللي عند الاشارات هذه من السياره توقف حرارتها واقفه ازدحام فيضرب في الارض الذوب هذه الاشغال وكيل وزاره الاشغال حاليا الوزير الحالي احمد الجسار يقول لي كامل احنا 3 ساعات بعد شويه علينا هذا مو انا اقوله ترى هذا الكلام اللي اقوله لكم يقولون علماء في دول العالم واحد من هالعلماء واحد منهم يتفقوا يقولوا له يخلص الموضوع يقول يلا خلينا نغير ترى الدكتور يمكن انتم عندكم قلتوا لي مجهزين شريط شنو يقولون العلماء حلو وبنشوف ابو طلال تدري ايش توفر هذه من الفلوس ايه؟ احنا نصرف على الطاقه 3 مليار دينار حلو و400 مليون مليون طبعا حلو. احنا مختلفين ناس يقولون 3% توفر كلهم يقولون توفر حلو اكثر من 2% إذا وفرت خلينا نقول 5% يعني 3 مليار 150 مليون وعندك 450 يعني 126 176 مليون دينار كويتي وفر للدولة تمام راح ناخذ رأيك بعد شوي أبو طلال وراح ناخذ أيضا رأي المختصين من خلال هذا التقرير اللي نشوفه ونرد إلى طبعا ضيفنا النائب كامل العوضي لاستكمال هذا الحديث حول تغيير التوقيت الصيفي خلينا نشوف عودة لكم مشاهدينا تابعنا طبعا رأي المختصين وجميل أن أبو طلال النائب كامل العوضي يعني دعم المقترح بتغيير التوقيت الصيفي برأي أيضا المختصين في هذا المجال عندك إضافة على أنا بس بغيت أقول لك أول ما طلع طبعا التغيير رحت أول زياراتي زرت وزارة الكهرباء وقابلت وزير الكهرباء الحالي فرحت حق الدكتور سالم أمانا نحييهم هو وزملاء أياب لي 4 مختصين في هالمجال وقال لي الحكومة طالبة منا شوفوا لنا طريقة نوفر الطاقة لأن الحكومة بتوزع خلال 5 سنين الجاية 120 ألف وحدة سكنية قلت والله زين هذا أول مرة أدري الحكومة جادة إن بيوزعون اسمه قالوا لنا سووا كذي يقول إحنا مختصين ما فكرنا في فكرتك هذه كانوا بيسوون بيت راح تشوفونه شلون بيت يوفر الطاقة في سوق شرق قال لي كامل ما فكرنا بالفكرة هذه أنا هنيك هاي كلام الدكتور سالم الحجرف وسالم الحجرف طبعا أعتقد يا ثاني يا ثالث رجل في معهد الأبحاث نعم. طبعا المشروع هذا يكفي في دول العالم واحد من هالأشخاص اللي طلعوا يكفي بس واحد يقول لهم هذه مميزاته هاي فايدته
يطبقون الدولة. متى سيقدم بشكل رسمي هذا المقترح؟ لأن شاء الله حاشكم الحر والجو والجو الحار راح أطرحه عشان تحسون فيه عدل ويحسون فيه كل أهل. وبرأيك سيطبق؟ راح يبيد الحكومة، بس أنا أتمنى بس كل من شاف هذا المشروع، وأنت توش تقولين والله هذا لازم ومهم، كل من لا وسمعني وشرحت له على طول يوافقني، واتمنى يوافقوني الحكومه راح اقدمه انا خاصه ابو طلال، بان يعني هذا المقترح يعني قاعد يحل بالاضافه الى التوفير يعني في المصاريف او على خزينه الدوله، ايضا يحل لك مشكله كبيره اللي هي مشكله الازدحام والمشاكل المرور. شوف مرور صحه هذول كله انا زايرهم، ها مرور صحه طبعا انتم اعطيتونا هالربع ساعه ما تكفي هذا المشروع، يبي له اقل شيء اقل شيء ساعه ونص لساعتين عشان نشرحها باسهاب. يمكن انت شفتوا شلون الدراسات صحيح. اللي انا سويتها رحت حق وايد ناس ما طلعوا للحين، انتم مختارين مجموعه بسيطه ذولا يمكن اهم الناس. بعد عندك وكيل وزير الصحه، اقول وزير شو اسمه، وكيل وزير كهرباء، وكيل وزاره، وحتى الوزير السابق احمد باقر ايضا يعني احمد باقر اصلا قدم المشروع مرتين بس ما قدمه بهالطريقه، يقول هذا مكلف كامل تعبان عليه، انا سنه اشتغل على هذا، يمكن يدرون الاخوان وساكت ويدقون عليه ايش فيك سكت. البيئه معانا دكتور محمد الاحمد هو اللي كان يدور فيني من كثر ما ولا قصور بالزملاء يعني الاعضاء في مجلس الامه، لكن بالفعل نحتاج الى هذه النوعيه من هذه الاقتراحات اللي تكون مدعمه يعني بهذه الدراسات. ان شاء الله ان شاء الله كلهم فيهم خير. انا اقول لو كل نائب يقدم له قانون واحد بالسنه نقدم 50 قانون، بالاربع سنين 200 قانون، خلينا نقول نوصل على 50 قانون يفيد شو اسمه. بعد اكو واحد اكبر من هذا راح اقدمه ان شاء الله دور العقادية، اكبر واحسن وارتب وهم يفيد اهل الكويت كلهم. نتمنى نحكي عنه كمان ببرنامج صباح الخير يا كويت ان شاء الله. نتشرف ان شاء الله. عموما البطلال هذه طبعا كانت مجرد بروفا لهذه المقترحات، لكن ان شاء الله في قادم الايام ناخذها بشكل مفصل وبشكل مطول. واحييك مره ثانيه واهنيك على هذا الجهد الطيب مثل ما قلنا ونشاطك في تقديم الاقتراحات اللي تنعكس على يعني على ابناء هذه الارض الطيبه وايضا على البلد ككل بالنفع والفائده. قواك الله. مشكورين الله يقويكم، كثر خيركم، تقعدون من الصبح توصلون هذه الرسائل حق أهل الكويت. قعدتوني اليوم معاكم من الساعة 6 أنا قاعد. لا بالرقي حيني عالتوقيت 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 كامل عوضي. عندك كلمة أخيرة بالنهاية؟ لا والله أنا أقول إن شاء الله الله إن شاء الله يجيب الخير لأهل البلد. ترى الأوضاع في الكويت في الوقت الحاضر وأول والسنين اللي فاتت ترى الحمد لله رب العالمين أوضاعنا زينة، حافظوا عليها، حافظوا على بلدكم. ترى إحنا قاعدين في حفرة دار مدارنا شاب نار. قولوا إن شاء الله الله يفرحكم في عيالكم، تشوفون بلدكم، تشوفون بلدنا من أحسن إلى أحسن. والله إن شاء الله يطفي النار على الجميع وترد الدول العربية مثل ما كانت قبل وأحسن إن شاء الله. هذه الأمنية الواحد يتمناها. آمين. الله يطول بعمركم. إذن رح ننتقل بعد قليل إلى الشاف عائشة الفارسي عزيز، ولكن سنشاهد مشاهدينا وإياكم هذا التقرير وبعدها نعود.